بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف مع بعض امثله لبعض الاسئله اللي بتيجي في امتحان الريفت ام اي بي. هو ممكن يقول لي ايه؟ ممكن على سبيل المثال يقول لي افتح الملف الفلاني، يعني هو بيبقى مديني كذا ملف ريفت، يقول لي افتح الملف الفلاني، روح للفلور الفلاني، تمام، واعمل حاجه معينه، مثلا حرك حاجه، غير حاجه، الرقم اللي هيطلع لك ايه. وممكن يديني اختيارات او يقول لي اكتب الرقم اللي طلع لك او الكلمه اللي طلعت لك. ده ملخص يعني 80% من الاسئله. بيديني خطوات، لو عملتها صح هطلع لي رقم او هطلع لي نتيجه معينه اكتبها له او اختار من الاختيارات. تمام. الاسئله النظري كبيره قوي، تجيب لك سؤال واحد نظري. الاسئله متوزعه على الامتحان كله، يعني هتلاقي مثلا سؤال واحد في الفاميلي، سؤال واحد مثلا في الشيرنج والورك سيت، سؤال واحد بس في الضغطات. هي المشكله الحقيقيه معماري وانشاء ما عندهمش مشكله، المشكله في الكهروميكانيكال، ان انت ككهرباء مكلف ان انت تجاوب على اسئله الصحي واسئله التكييف، وكذلك التكييف مسؤول ان هو يجاوب على البلامنج او الكهرباء، فلازم تبقى عارف كل حاجه في البرنامج. وحتى لو في جزء مش عارفه حاول تمشي على الاسئله بالظبط وانت ان شاء الله تعرف النتيجه. وتقريبا الحاجات مشتركه، يعني هنا مثلا بيبقى في كيبل تري، هنا بيبقى في ضغطات، هنا بيبقى في بايب، فهتلاقي الموضوع ان شاء الله سهل. او ممكن يجيب لي سؤال ازاي، يقول لي افتح الملف الفلاني، روح على ليفل 2، روح هنا على الاكس اللي هو مثلا هنا كام 6 بي، هتلاقي هنا في مثلا القلب دوت، حوله لدائري وشوف المقاس الدائري ده هيبقى قد ايه. فانت تيجي هنا مثلا هتقول له انا عايز احول ده للدائري الراديوس، تمام، وتبدا تشوف هنا الدايره دي قد ايه. ممكن تقيسها عن طريق الدايمنشن، تمام، او هتشوفها في الخصائص بتاعتها. اللي هو ال اول 200 اهوت الويتس والهاي، تمام، او تقيسهم على طول. ممكن مثلا يقول لي ايه، يقول لي مثلا حط هنا مثلا مكنه معينه وغير التايب بتاعها واكتب لي برامتر معين. يعني على سبيل المثال هيقول لي سيستم، مثلا هيقول لي حط لي الميكانيكال اكويبمنت، ومثلا يقول لي على المكنه ديت، يقول لي حطها في المكان الفلاني. طيب بعد ما حطيتها ايه اللي يحصل؟ يقول لي غير التايب بتاعها لكذا، تمام. يقول لي بقى طب اكتب لي الدرين فلو عندك طلع بقد ايه، او اكتب لي الاير فلو طلع عندك بقد ايه، تمام، على سبيل المثال. ممكن برضو يقول لي ايه، طب في كهرباء مثلا، خلينا نختار حاجه كهرباء، يقول لي روح على اللايتنج ليفل 2، حط لي مثلا اي حاجه هنا، اقول لكم مثلا، يقول لي مثلا حط الكشاف دوت، طيب غير لي التايب بتاعه، طب ايه الحاجه اللي طلعت لك. هي كل الاسئله بتبقى عباره عن حاجه زي كده، خطوات معينة بتنفذها وتشوف القيمة اللي طلعت لك. او يقول لك مثلا ارسم دايمنشن، او انت مسكت مثلا حاجة ديت، يقول لك اعمل عليها سيلكت وارسم مثلا دايمنشن من منتصف مثلا للجريد كذا، وقول لي المثل قد ايه، تمام. فانت ترسم الجريد وتشوف المثل قد ايه وتكتبه. اهم حاجة ما تعملش تقريب غير لو طلب منك، يعني ما تقولوش لا ده 6000، لا اكتبوا الرقم بالظبط، لان اللي بيراجع كمبيوتر مش انسان، الانسان هيبدا يفهم ان انت مثلا قربت. فعشان تضمن لو ما قالكش اختصر خلاص اكتب الرقم زي ما هو، لو قالك اختصر لا اقرب 2 اقرب 3 اقرب 100 اختصر زي ما هو قالك.